عسلامة. عسلامة. عباس. الحمد لله. من روحة. والله مواطن كيما المواطنين. أنت ديما تحكي في مواضيع تأشيرات وتيليس كونتاكت، احنا سمعنا انه باش يصير انخفاض في عدد التأشيرات في تونس. والله انا سمعت كيما سمعتوا انتوما كصحفيين، انا تمنيت باش يزيدونا في الكوتا، بالعكس قاعد نسمع باش ينقصوا في الكوتا، واللي هي تونس ما منطقة استراتيجية، واضح. يعني انا كي نجي نشوف، سامحني، السفير اللي جابوه نتاع فرنسا جابوه ما عندوش برشا، في برشا اذاعات يحكي يقول نحن ما عندناش مشاكل، عندنا مشاكل. جابوه برشا، جابوه ميغان وجابوه برشا، جابوه برهان مسيد، جابوه برشا اذاعات يحكي يقول نحن ما عندناش مشاكل، عندنا مشاكل، في مشكله في المقر في تي ال اس فلاك اللي باش نوسعوا فيه وباش نعملوا زيد مقر اخر في صفاقس وفي برشا بلايص. انا نحب نجاوبهم لاني ما لقيتش عباد، سامحني، ما لقيتش صحفيين يجاوبوه بالمنطق كما نعرف انا. يعني انا لهنا نشوف فيها، سامحني، نشوف فيها باش يعمل تكثر التحايل، يكثر التحايل في التي ال اس. علاش باش يكثر التحايل في التي ال اس؟ لهنا عايش اختي، يكثر التحايل في التي ال اس يعني كيما نقولوا، باش كيما نقولوا كان قبل هوش قال راهو باش نعطوا 1000 موعد. 1000 موعد. 1000 موعد تعرف قداش يقبلوا منهم؟ يقبلوا منهم كيما نقولوا 10 من الناس ولا 20 من واحد، اللي تابع فلتان وتابع فلتانة. ما تنحتش. يعني انا نشوف فيها السفير اللي جاء هذا نتاع اللي بعد الثوره، ما ثم واحد قبله ما كانتش المشاكل اللي تصير، اللي جاء هذا برشا مشاكل ديما تصير، لان تيليس مولاها فرنساوي يعيش في امريكا في ميامي، واضح. لهنا باش يكثر التحايل برشا، انت كي تحط لي مقر في صفاقس وتحط لي مقر في سوسه ولا في باش تقرب تقول راني باش نحب نحلت يعني الاكتظاظ لهنا في تونس، انا نقول لك لا باش يكثر التحايل. انا فضلي مشكلت مثلا، انا واحد من الناس كمواطن ترفضت 3 مرات، تحط لي مواكات ولا مهندس، فسر لي انت، ما تلقاش شكون يفسر لك. تمشي للتي ال اس فلاك يجاوبوه يقول لك ما نعرفش، تمشي لسفاره فرنسا لهنا يقول لك ما نعرفش، شكون يعرف؟ ملا يعرف كان ياخذوا فلوس. انا تي ال اس هذه الشركه هذه اللي جايبينها بعد الثوره شركه بتاع تحيل، مش تعرف علاش بتاع تحيل؟ ما لقوش، سامحني، ما لقوش مثلا كيما نقولوا الحكومة نتاعنا، نسل الحكومة ويني، الحكومة متغايبة، وين وزير الخارجية؟ تو كي نجي نشوف، سامحني، في الجزائر يعطوها كيما نقولوا كوتا أكثر من تونس، يعني على خاطر شنو عندها الغاز، واللي ما ينسوش اللي هي تونس المفروض منطقة استراتيجية أكثر من الجزائر. احنا عندنا ثرواتنا، عندنا ثروات، عندنا الغاز، عندنا سفساط، عندنا عندنا كل شيء، عندنا الملح، عندنا كل شيء. اش خلاها رئيسة الوزراء نتاع ايطاليا نهارين وهي موجودة في تونس؟ علاش موجودة؟ ما تحبش كيما نقولوا الشنوة ولا مثلا الروس يدخلوا في تونس، مثلا باش يدخلوا في الاستثمار في تونس، سمعوا باللي هو بالروس وبالشنوة باش يدخلوا في تونس، دخلوا هما على الخط في سعك، شفتها اليوم جات ثم غدوة جات. هذا كله علاش؟ على خاطر باش يحب يدخلوا في، ماهيش مشكلة راك باش تعطيني انت باش نحد نسكر لك انا الحدود، اوكي نسكر لك الحدود ما ثم حتى مشكل، اما باش تسكر لك الحدود على مصلحه يعني يخليك كيما نقولوا المهاجرين، يعني يلا خاطر باش تروح بيا بالمهاجرين، انا ما حاشيش باش تروح بهم. انا تمنيت رئيس الجمهوريه يعني يشرط شرط كيما نقولوا كيما المغرب، يعني انا اخويا المشاه حرق ما عادش ترجعوا لي لتونس، خليه يقعد غادي في تونس في ايطاليا. هذه مشكلتي انا تمنيتها من رئيس الجمهوريه. يعني انت ضد انه هو قال رجعوا لي اولادي؟ انا هذيك كونترها، المغرب كونترها، المغرب تو تشد واحد في ايطاليا، انا نعرف، انا مشيت لايطاليا وشفت، المغرب كي يشدوا واحد حارق من ايطاليا ما يروحوش بيه، يعني الحكومه نتاعهم عامله اتفاقيه. باي نرجعوا زيد المره اخرى، نرجعوا المغرب، المغرب اختي، المغرب يعني كيما نقولوا في التي ال اس نتاعهم في المغرب تترفز يرجعوا لك الفلوس، التي ال اس تترفز يرجعوا لك الفلوس في التي ال اس. نعطيك حاجه اخرى، صارت عندها جمعه في كندا، المغربي يدخلوا من غير فيزا في كندا، توا جديده هذه عندها جمعه. انا نتمنى من رئيس الجمهوريه ونتمنى من وزير الخارجيه ونتمنى من رئيس الحكومه تاخذ موقف هذا. علاش سامحني تلقى الطبيب يترفز اموره قانونيه، تلقى المحامي يترفز، تلقى القاضي يترفز، علاش؟ وتلقاه راهو شهريته وتلقى سي ان اس اس وكل شيء. انا واحد 27 سنه خدمه وعمره 52 سنه يعني وماخذ 7 مرات وماخذ على العالم الكل، على بريطانيا، على كندا، على امريكا، على العالم الكل. يعني باش تجي
فرنسا اللي رفضتني ماخذ منها 7 مرات باش تجي اقوى من امريكا ومن بريطانيا، يعني دوس يبدا من رجل. انه مثلا كي يبدا عندك شكون في فرنسا ويخلص عليك من غادي زاده، معناها لازم انت تخلص من هنا ويخلص عليك هو من غادي ديريكت مو يعطوك. لا ماهوش صحيح، انا سارت هذيك وترفضت، ماهوش صحيح. شكون خلص عليك زاده من غادي؟ اي خلص عليك من غادي وماهوش صحيح. انا قلت لك ماهوش صحيح. التي ال اس جايبينها التي ال اس نتاع تحية. سامحني التي ال اس نتاع تحية. انا تحب نسميهم لك الاوراق نسميهم لك. انا بصحني انا كي تجي سامحني احسب انت ترفضت 3 مرات، 3 مرات نحسبوها مع شختي. في نقولوا في 500 يعني مليون ونص، مليون ونص شنو هي الفيزا حقها 400، يعطيك 100 دينار يقول لك راه موعد رابيد. موعد رابيد شنو يجيب لك؟ دبوزه ماء بلاستيك واكسبريس ماء تاع تحيل باش تاخذ فيزا على الموعد، واضح؟ لهنا سامحني اعطيني انا نتسائل ويني الحكومه علاش ما تسالش هذا؟ راهي سامحني راهي تدخر في المليارات، راهي قلت لك مولاها فرنساوي، راهو مولاها فرنساوي يعيش في امريكا، علاش سامحني التيليس الوحيده بسامحني السفارات كلها ما جاتش منها تشكيات، اوش قال زيد هو السفير سامحني السفير نتاع فرنسا، قال مالا انتم التوانسه كي تعطوا فيزا تعطوا فيزا، قال ترجعوا الفلوس ونقول له يا رجال رجع لي هنا واليوم ما جابوش الصحافه، نقول له انت غلط، نحن لا عمرنا التوانسه تشكوا منا، لا عمرنا واحد خذيلانه كيما نقولوا ورجعنا له الفيزا نتاعو، انتم اللي اكثر تشكيات من السفاره نتاع فرنسا التيليس. واضح لاني لهنا سامحني لاني لهنا انا نشوف فيها سامحني كمواطن رئيس الجمهوريه قاعد يخدم قال لك انا ما نحبش حتى الدوله تدخل في تونس ينجم بالنسبه لي انا 70% كنت الرئيس الجمهوريه هذه نتاكد فيها 200% لاني المشاكل هذه ما كانتش تصير مع التياليس قبل توا باش ولات تصير انا مشكلتي مع التياليس قلت لك التياليس هذه مولاها فرنساوي يعيش في امريكا انسان جاي يتحايل على تونس علاش ما يتحاسبش تحب نعطيك انا الاوراق الاوراق يطلبوا عليك 3 فيش دي بي يطلبوا عليك سينسيس يطلبوا عليك شونش يطلبوا عليك سوزو تصاور يطلبوا عليك سري يطلبوا عليك حصيله الاوراق كلها كاملين كيما حكيت لك يقول لك راه موان كات موان ديس موان كات موان ديس نزيد نعاودها لك راهو غلط يقول لك راهو لوتيل ولوتيل تلقاه مريقل كل شيء خالص وانا عديته في برشا اذاعات لوتيل خالص مريقل المشكلة أختي بزايد واحد يترفض باش يتحايلوا عليه أكثر أنا قلت قاعدة لعبيت تترفض راهو قاعدة لعبيت تترفض خلي الكلمة الأخيرة الكلمة الأخيرة أنا أتمنى من رئيس الجمهورية يعني يعملوا غدر للتوانسة يعملوا هيبة للتوانسة قبل في عهد بن علي ما كناش أنا واحد من الناس في عهد بن علي مشيت مرتين لفرنسا ما كناش نترفضوا بالشيء هذا راهو سامحني راهو سامحني ولا الشعب حاشاك وحاشا قدر كي يمشي التاليس يولي ذليل، احنا ما عادش عندنا قدر تحب الصراحه، تو المغرب عندها قدر، الجزائر عندها قدر. برا شوف انت ايش يعطونا، يعطونا 10% تاشيره. الجزائر يعطوها 50، المروك تعجبني في المروك على شختي باش نعاودها لك. تترفز يرجعوا لك فلوسك. حاجه اخرى نعاودها لك، المروك خرجت عندها حكايه جمعه تدخل كندا من غير فيزا. نتمنى من رئيس الجمهوريه. يخذ لنا موقف في السفيره نتاع فرنسا وفي سفاره فرنسا حتى سفاره ما جت متى تشكيات كان سفاره فرنسا وماذا بينا هما كي يجونا حاجه اخرى ماذا بينا حتى هما يدخلونا بالفيزا وشكرا.